أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا. حلقتنا اليوم مختلفة لأنها آخر حلقة من الموسم، ولأنها حلقة مميزة وبنهاية السنة حبينا نستضيف ضيف مميز انشهر بتوقعاته المميزة. ضيفنا اليوم قاهر الدمعة، المنجم الغني عن التعريف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. قبل ما نبدأ توقعات سنة 2021 خلينا نشوف روبورتاج عن توقعاتك السنة الماضية وشو صاب منها وشو ما صاب. نادي إسباني يفوز بالدوري الإسباني. نادي ريال مدريد يتوج للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه. نتفليكس تنتج مسلسل يحتوي على المثلية. في مدينة رين الفرنسية وبأحد التقاطعات تصبح الإشارة خضراء بعد أن كانت حمراء لبعض الوقت. تغيير في التشكيل الحكومية مع بقاء عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف. يخرب بيته ملزق بالكرسي. يخرب بيته. الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيراً للأوقاف. اعتداء إسرائيلي والمضادات السورية. إسرائيل تحاول استهداف بعض كتائب الدفاع الجوي. انتخابات رئاسية بأمريكا والفائز أحد المرشحين. ما شاء الله كل توقعاتك صابت وبحذافيرة. ممكن تقلنا السر أو الطريقة اللي بتتبعها لحتى تكون توقعاتك كلها صح؟ بصراحة أنا ما بتوقع، أنا بحلل التاريخ وبستنبط منه المستقبل. يعني مثلا بالحديث عن الدوري الإسباني، أنا درست تاريخ الليغا ولقيت أنه بال 1975 فاز بالدوري فريق إسباني، واليوم التاريخ عم بيكرر ذاته. إيه بس كمان بسنة 76 فاز بالدوري فريق إسباني، والسنة الجاي بفوز بالدوري فريق إسباني، ما في مشكل. شبك هيك عم تلوي حنكة؟ ما تواخذين أختي. طيب قبل ما نبدأ بالتوقعات خلينا نحكي شوي عن الزي الرسمي اللي انت لابسه هلأ. السنة الماضية كنت لابس ايدين متشابكة، هلأ عم تلاحظ انه في كعكة. شو بترمز هالكعكة يا ترى؟ وينها؟ هاي فطوري. لكان وين حاطط الشال؟ امول عيونك. وهي احلى كاسة شاي تخدم عيوني. اي والله يسلمون. وهي هي الأيقونة لهي السنة. اوف حبل مشنقة؟ يعني شو رح نموت؟ لا 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 لا، انت نظرتك كتير تشاؤمية لهيك شايفتيها حبل مشنقة، اما انا بشوف عقدي ورح تنحل. ريتون عظامك تنحل. ايه معلم، خلينا نبلش بتوقعات السنة الجديدة. الليرة السورية، حضرتك قلت انه رح تصير 300 بس هي صارت 1000. هلا بيناتنا 700 ليرة، الليرة رح تصير 5000. العمى بقلبك شو هالفال؟ طولي بالك لسه ما كملت كلامي. طيب كمل. الليرة رح توصل لل 5000. الشعب بيضوج فبيتدخل السيد الرئيس وبينزلها لل 4000. الشعب بيفرح بالمكرمة وبينسى الألف اللي زادت. في زيادة بالرواتب؟ طبعاً. إيمت؟ قبل ما تنخفض الليرة للخمسة آلاف بأسبوعين. طيب ليش دائماً لما بيصير زيادة بالراتب بيتبعها انخفاض بالليرة؟ لأنه القيادة بسوريا حكيمة، هدفها دائماً أنه المواطن يعيش على أدنى حد ممكن من المعيشة، ولهيك بتلاقيها بتسعى للموازنة بين الرواتب وبين قيمة الليرة، وإلا رح يثور المواطن من الجوع. طيب شو توقعاتك للبطاقة الذكية؟ يا ترى في مواد جديدة رح تنضاف عليها؟ طبعا رح يضيفوا الهواء على البطاقة الذكية. أوف ليش رح يصير في نقص بالهواء؟ طبعا بال 2021 رح ياكل الشعب هواء كتير بسبب الأوضاع، ولهيك رح تتدخل الحكومة وتقنن الهواء. الانتخابات الرئاسية السنة الجاية شو توقعاتك؟ الانتخابات الرئاسية السورية لهي السنة رح تصدم العالم
ليش بقى؟ بتتذكري بانتخابات 2014 كان في مرشحين اثنين للرئاسة بالإضافة لسيادة الرئيس؟ ايه صح، النوري والتاني اللي حتى هو ما بيعرف اسمه. هالمرة رح يكون في ثلاث مرشحين. لا بالفعل شي صادم. بس رح يفوز الرئيس بشار طبعا. ليس، سمعنا من فترة انه سوريا وقعت اتفاقية مع روسيا لعدم نشر الأسلحة بالفضاء. شو توقعاتك للفضاء هالسنة؟ بتعرفي كوكب المشتري؟ ايه اكيد. بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية ما رح يصفي مشتري، لأنه رح يبيع اللي فوقه واللي تحته، والحكومة رح تعطيه البطاقة الذكية. الجيش السوري وين رح نشوفه بال 2021؟ الجيش العربي السوري رح يحرر الشمال ولواء اسكندرون من الأتراك، ورح يحرر الشرق من الأمريكان، والمفاجأة أنه رح يحرر الأندلس من الأسبان. والجولان؟ والجولان ماني مخزنك، تقبلي شي تاني؟ زكاتك صحن مخلل. طيب قبل ما ننهي الحلقة خلينا نروح لربورتاج بيحكي عن أهم الأحداث اللي حكينا عنها بالبرنامج. ليرة ورا ليرة، ليرة ورا ليلة، ليرة أعطيني أخذ من عطر أبطك. أنت جاي تقرض الشعر ولا تعمل دعاية مزيل عرق؟ أول شي لا تلمسوا وشكن أبداً، اعتبروا هالإيد مو لهالجسم. ثاني شي ابقوا بالبيت. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طلع طلع أو الريم طلع يا جماعة، لأنه بهذه الطريقة عندنا مشكلة كبيرة. يا رب. طيب بلكي غيمت وشتت وطوطوا له. بسيطة محلولة. كيف؟ منهرب على أوروبا. والحكومة لمين عم تعمل هالسجون وهالبطاقات الذكية؟ مو إلكن ولولادكم من بعدكم، أخص عليكم. معنا أول اتصال ومنقول ألو. حسبي الله ونعم الوكيل. ها لقينا شغلة يا شباب. قال خالد العبود كاتب مقالة قايل فيها ماذا لو غضب الأسد من بوتين. نص المقرف هاد، شو هالمسخرة؟ بدك تخرب لي بيتي أنت؟ بيئة شامية، بوجقة، بعبعة، عوينية زعران الموسى، يا باطل اسحاب يا حريمة وفشرت يا صوص. الله يتقبل مننا يا رب. اللهم إني بلغت، اللهم إني بلغت، اللهم إني بلغت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحدوه. وهي إخبارية لوزير الإعلام، بلكي بيفصل كل المشاكين بإعداد وإخراج هاي الحلقة. المريسة شغلتها صعبة، يعني حطوا حالكم محل السيد الرئيس، رح تعرفوا تختاروا بين المرشحين. كلكم أولادي بس مضطرة أختار بيناتكم، يلعن أبو الديمقراطية. يلي عنده صوت يابس للبيع. رح تشارك بالانتخابات؟ 13 شق من عندك. عالي الوزير، حرب استمرت يا معلم. أبو ثلاث دقايق شو صاير معه؟ دوخة؟ ولعية نفس كمان ليكون طوله غدا؟ ايه منيح لأنه مرته ما عم تغذي منيح. تمام يلا كل شي جاهز؟ رولينج. أخبريني. لو مهتم كنت عرفت لحالك. لا أعرف، ولكن أعتقد أنها مناسبة ما قد تخصك. تخصني بس؟ بتخص روسيا كلها وطامرهم طمر بالمخرومات. يتميز استوديو تيلي أوريان بوجود كرسي دوار. كتير انبسط شي؟ كتير انبسطت. طيب شو هي الإجراءات اللي آخذينها للكوفيتش 19؟ شو؟ عفوا؟ ما سمعت. شو بدك؟ صباح الخير وهو صباح مشرق. بالنسبة لنا نحن كإعلام وطني الآن. لك خراس أنت وياه العمى بقلبكم. العمى ما بيقدر الواحد يحكي له كلمتين مع رئيسه؟ في حدا مقتنع؟ وحدها. المرحلة الثالثة هي مرحلة الوحش. لازم يتجاوز الوحش المدى الفاتن. عباس حير حير حير. شو يا شباب؟ في أوصل تصلي وخبرينا وبنبعث لك دولة. كلام عينك. هلو يا مدام، يا مدام بدي تبعثي لنا العنوان يا مدام. هلو يا مدام. كأنه انقطع الاتصال، ما في حدا. كأنه ايه هذا مضر. الو مضر كيفك خرشوف؟ الله لا يوفقك. لك الله لا يوفقك. مين انت؟ قلت لك انا ورد. ورد الحجار؟ تقريبا، أنا ورد نجار، بيناتنا حرف ولك مضار. لك خربتي بيتي، لك خرب. مين أنتو؟ مين أنتو؟ لوين أخديني؟ لك والله ما عم تجي، أنا خربي. لا تاكلوا هم، بيكونوا أخذوا جولة سياحية على بساط الريح. لروح ضب الشنطة وأحجز على أقرب طيارة.
قاسميني خبز الوطن. بي بلشت السهرة. حتى انت يا سلاف بعتي. سؤالي الأخير إلك أستاذ قاهر الدمعة، شو توقعاتك لبرنامج تيلي شو لسنة 2021؟ بتوقع إنه تغيروا ديكور الاستوديو وتجيبوا إضاءة ممتازة ورح تزيد ميزانية البرنامج. قلت لي شو بدك تعمل بهي الربطة اللي حوالين رقبتك؟ هذا الحل لحل العقد. إيه أنا بوجهك العقد. يه كيف شغير؟ مناسبة فنجان قهوة بعمل لك تبولة خلني خصمتك يوم.